مشيرا إلى الحلول والتدابير التي يمكن أن تتخذ بعد أن رجع حزب الاستقلال إلى رابطة استقلاليه وإلى خبراء الاقتصاد الذين فعلا أبدوا رأيا إيجابيا وصائبا لحل هذه الأزمة، إلا أنه للأسف تعاملت رئاسة الحكومة بأذان صم مع هذه الاقتراحات وهذه البدائل، فتم تجميد الاستثمار ديال 15 مليار، الامر الذي يعني ادى الى ايقاف مناصب الشغل وكذلك الى مس القدره الشرائيه والى استفحال الازمه، مما جعل حزب الاستقلال او مجلسه الوطني بالاحرى يتخذ القرار الصائب للانسحاب من الحكومه، لانه لا يمكن ان نستمر في المؤامره في ضد الشعب المغربي. ولكن طيب سيده كنزه، يعني هل في حساباتكم أن هذا الانسحاب، ما هي التداعيات المتوقعة لعملية الانسحاب هذه برأيك؟ يعني التداعيات، الآن المغرب يعيش أزمة حقيقية والشعب المغربي غاضب برمته، فلا يمكن أن يستمر حزب الاستقلال في هذه المهزلة، لابد أن يكون كذلك حزب الاستقلال صريحا مع الشعب المغربي الذي انتخبه وصوت عليه، لأننا لم نستطع في ظل هذه الأغلبية أن نكون أو أن نأتي بأي يعني بنتائج إيجابية، لأن رئاسة الحكومة تصم آذانها وتتعامل مع الحكومة كأنها تتعامل مع حزبها السياسي، وهذا أمر يرفض الشعب المغربي ويرفض حزب الاستقلال بقيادته وبمراقبته. طيب سيدة كنزة، ما هي خطواتكم القادمة؟ يعني الأمر حينما اتخذ المجلس الوطني هذا القرار بالإجماع وهو قرار لا رجعة فيه بالنسبة لنا في حزب الاستقلال، ستعمل اللجنة التنفيذية في اجتماعها المقبل على إيجاد أو على محاولة إيجاد التدابير والخطوات الفعلية لنتمكن من هذا الانسحاب، وكما نحن يعني ننتمي إلى بلد فيها مؤسسات وفيها كذلك دستور، وبصفة الملك يعني هو رئيس الدولة سنرفع له هذا القرار، وغالب الظن ستكون هناك يعني نسير نحو ان تكون هناك انتخابات سابقه لاوانها لكي تعاد الاوراق السياسيه لهذا الوطن، لان حزب العداله والتنميه الذي وعد في برنامج الانتخابي انه 7% الان نرى انه حتى 2%. شكرا لك سيده كنزه الغالي، عضو البرلمان المغربي عن حزب الاستقلال، المشارك في الحكومه وعضو اللجنه التنفيذيه للحزب، متحدثة عن انسحاب الحزب من حكومة بنك